سمحوا للفريق المغربي باش يلعب بالأقمصة. وعندما درنا الطعن بورص هذا الطعن على مستوى الاتحاد الافريقي، وردوا لنا بانه الطعن غير مقبول، والقرار تاع لجنه المنافسات تاع الاتحاد الافريقي هذا هو السير المفعول. وهذا رسلوا لنا بطبيعه الحال، احنا جاتنا مراسله وهما ايضا جاتهم مراسله، اذا هما تمسكوا بهذا القرار تاع الاتحاد الافريقي، واحنا جينا وكأنها مقابلة عادية. الآن بطبيعة الحال سيدرس هذا الوضع، ولكن احنا حقوقنا سنمشي إلى أبعد حد للدفاع على ممثل الجزائر في هذه المنافسة. هذا اتحاد الجزائر، المقابلة تسير نحو عدم الإجراء، هل سيتنقل إلى المغرب وكيف؟ لا، احنا ننتظر الآن، عندنا في الأيام هذه القادمة سننتظر رد ممكن الفيفا، وهذا القرار تنقل وعدم تنقل هذا ماهوش ما عنديش صلاحيات باش ناخذ فيه، كاين اداره وكاين الرئيس تاع مجمع سيربور وكاين دوله جزائريه، لان احنا نمثل الدوله الجزائريه، سيتخذ القرار في مصلحه سياده الجزائر وفي مصلحه ايضا الكره الجزائريه. اذا اقرب خطوه للاتحاد الجزائري هي التوجه نحو الطرح بطبيعه الحال، هذا مفروغ منه في الساعات المقبله بطبيعه الحال. احنا عندنا مهله تاع زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.